اهلا وسهلا بيكم، انا سعيده اني معاكم الاسبوع ده. معروف اسمي اللي هو انغام، بس اسمي بالكامل يمكن يكون في ناس متعرفوش. انا انغام محمد علي سليمان، بنت الاستاذ الملحن محمد علي سليمان، اللي هو كان له فضل كبير عليا، قدمني للناس وسهل بدايتي جدا لانه خبرته كانت طريق سهل، يعني فرش لي طريق ان انا اقدم نفسي بسهوله من غير ما اتخبط في البدايات. الحمد لله انا دلوقتي بقالي 8 سنين بغني، قربت اعجز يعني. وبدايتي كانت مع محمد علي سليمان، الحانه هي سبب شهرتي وهي الالحان اللي نجحتني عند الناس. زي بدايتي كانت باغنيه في الركن البعيد الهادي، ودي كانت من الحانه، واغنيه جميله جدا اسمها يا عيني على الصدف. في الركن البعيد الهادي كتبها الاستاذ الشاعر صلاح فايز، ويا عيني على الصدف كان كاتبها لي الاستاذ الله يرحمه عبد الرحيم منصور. بعد كده تمريت الحمد لله، واعتقد اني قدمت برضو اعمال ناجحه زي اول جواب اللي كتبها برضو الاستاذ صلاح فايز، اللي كان له فضل برضو كبير عليا في بدايتي لانه كتب لي موضوعات غنائيه كانت يعني مفتقده شويه عند الناس، اللي هي فيها الى حد ما يعني شكل الحدوته او القصه ليها بدايه ونهايه، وكانت بداية كويسة وأظن الناس حبوها. وكتب لي هوا المصايف، وبعد كده الأستاذ خيري فؤاد دخل الفريق بتاع العمل وكتب لي لالي دي لالي، أعتقد برضو إنها من أنجح أغنياتي. وكتب لي لايق، يعني دي الفترة الأولى في حياتي اللي هي كانت بداية التعارف بيني وبين الناس، واللي ساعدوني فيها ناس أساتذة ملحنين، وكانت في البداية يعني معظمها كانت مع والدي الأستاذ محمد علي سليمان، وده لان احنا متفاهمين جدا فنيا مع بعض، وهو كان يعني ولا زال طبعا اكتر حد ممكن يحس بيا ويقدمني التقديمه المظبوطه للناس يعني. وبعد كده توالت يعني الاعمال، واظن ان انا بحاول اعمل حاجه كويسه، وابتديت اتعامل مع ملحنين اخرين. ابتديت مع الاستاذ عمار الشريعي، غنيت له اعمال وطنيه، وغنيت للملحن الشاب الأستاذ فاروق الشرموبي، وغنيت لسامي الحفناوي، غنيت لملحنين كتير من الخليج أعمال كانت يعني تجربة أظن إنها كانت جديدة خالص إن مطربة مصرية تغني باللهجة الخليجية، بقت يعني حاجة محبوبة عند الناس، وفي مطربات كتير من زميلاتي يعني اتبعوا السكة دي، وأنا بقيت حابة جدا إن كل سنة تقريبا يكون لي ألبوم باللهجة الخليجية مع ملحنين خليجيين من الأساتذة اللي أنا بحب ألحانهم جدا، زي أستاذ سليمان الملا اللي أنا ابتديت معاه وغنيت باللهجة الكويتية معاه، يعني كان بالأخص اللهجة الكويتية يعني. وبعدين غنيت باللهجة السعودية اللي هي بتتفهم في منطقة الخليج كلها طبعا، وهي أبسط شوية من اللهجة الكويتية، أنا حتى لقيت فيها سهولة شوية عن اللهجة الكويتية، يعني السعودية أسهل كتير طبعا، ده لأني أنا مصرية يعني، مش لأن لهجتهم صعبة، لأنه أنا مصرية مش متعودة يعني أغني بلهجة أخرى يعني، بس تعودت دلوقتي فعلا، وكان سبب في أني بسهولة غنيت اللهجة الكويتية والسعودية أني بسمع مطربين كتير من الخليج، وبحب أصوات كتير جدا من الخليج. أنا تقريبا ليا دلوقتي أفتكر 7 ألبومات، أولهم كان في الركن البعيد الهادي، تاني واحد كان أول جواب، تالت واحد كان لالي لي لالي، ولايق واتفقنا ببساطة كده، اللي كان من ضمن أغنياته الأغنية اللي انا بعتز بيها جدا اغنيه يا طيب، وبعدين البوم الا انا ابتديت انسى. وبعدين البوم بقول لك ايه اللي هو اخر البوم، دي مجموعه الاغاني اللي انا قدمتها او مجموعه الالبومات اللي انا قدمتها على مدى 8 سنين، اللي هو تقريبا يعني كل سنه البوم، مش عارفه انا قلت 7 ولا 8 دلوقتي، بس يعني كويس اني ما نسيتش حاجه. طبعا كان بجانب ألبومات الكاسيت يعني كان في أغاني للإذاعة وللإذاعة المصرية، أغاني كتير، وأغاني للمناسبات الوطنية ومناسبة الدينية اللي هي الليلة المحمدية اللي بتقيمها الإذاعة كل سنة الإذاعة المصرية. غنيت من ألحان والدي أغنيتين كانوا أنا مؤمنة والطيبات للطيبين، وغنيت بعد كده من ألحان الأستاذ عمار في الليلة المحمدية أغنية كانت عن البوسنة والهرسك. يعني
دي تقريبا ده جزء من أعمالي يعني أنا قدمتها السنين اللي فاتت. كنت بحاول إلى حد ما أمرحل حياتي الفنية فيها، لأن أنا ابتديت زي ما حضراتكم عارفين بسن صغير جدا، كان سني 15 سنة لما اعتمدوني مغنية في الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري، كان سني 16 سنة لما قدمت أول ألبوم اللي هو في الركن البعيد الهادي. كنت طبعا بواجه مشكلة نوعية الكلام اللي أنا ممكن أغنيه في السن ده، فابتديت بالأغاني العاطفية إنما اللي تناسب المرحلة السنية دي. طبعا احنا عارفين ان مفيش بنت ما بتحبش في سن 16 سنة، يعني كلهم بيتخيلوا ان هم بيحبوا، طبعا ما بيبقاش حب حقيقي وممكن يكون حقيقي بس في الغالب بيكون يعني تجربة بداية تفتح القلب يعني. فدي المرحلة اللي انا غنيت فيها في ركن بيدي هادي واول جواب وهوا المصايف، مرحلة البنت اللي لسه الحب بيدق على قلبها لاول مرة يعني. فكنت ببقى مقيدة جدا بنوعية كلام، وإني ما غنيش عن الماضي مثلا، ما ينفعش أغني عن الماضي طبعا، مش معقول واحد عندها 16 سنة يكون عندها ماضي يعني. فطبعا كنت بأيد الشاعر كمان جدا معايا. بعد لليلي لالي ابتديت أتبسط شوية وبقت المسألة أبسط بالنسبة للشاعر وبالنسبة لي. في لليلي لالي أنا غنيت للدنيا، قلت لها فيها إن أنا هبتدي احبه ومش هتكسف اني احبه ومش هتكسف اني اقول اني بحبه. كان فيها يعني مرحله جديده اعلى الناس مني يعني، وعشان كده يمكن ليلي ليلي كانت من انجح اغنياتي، واعتقد ان الالبوم كان حقق نجاح كبير. بعد كده غنيت ببساطه كده وبرده كانت للدنيا الاغنيه دي، كنت برده باكد للناس فيها ان انا داخله مرحله جديده، استقبلوني فيها من فضلكم يعني بشكل جديد، واعتقد انه ده حصل. وغنيت يا طيب، غنيت للانسان طيب، ما غنيتش للعواطف. ابتديت اخد اشكال غنائيه مختلفه وفيها حريه اكتر، لان سني ساعدني او مرحلتي السنيه ساعدتني ان انا ادخل مرحله فنيه جديده، لغايه ما وصلت الا انا كان فيها شيء من التحرر الكبير، اني غنيت مشاعري كلها اللي انا ممكن اكون بعيشها كانسانه او ممكن تكون اي واحده في سني بتعيشها. انا كان ليا تجربه مع الاغنيه الخليجيه ولسه بواصل المشوار ده، لانه بعد ما اتحب يعني ان انا اغني اللهجه الخليجيه، والشعب الخليج بيستنى مني تقريبا كل سنه البوم جديد اللي قربني للهجه الخليجيه والاغنيه الخليجيه، المغنيين اللي انا بحب اسمع اصواتهم. من السعوديه انا بحب الأستاذ طلال مداح جدا، وبحب صوته وإحساسه جدا، والأستاذ محمد عبده طبعا. وأنا غنيت للأستاذ محمد عبده أغاني القديمة عدتها بصوتي، دي كانت تجربة ظريفة، وأفتكر إن الحمد لله يعني لقيت استحسان عند الناس مع إنها كانت مخيفة شوية بالنسبة لي. من الكويت بحب صوت الأستاذ عبد الله رويشد جدا، بحب أعماله قوي وبسمعه باستمرار، بموت في صوت الأستاذ نبيل شعيل المتميز جدا الحساس جدا، بحب فنهم كله لان هو موسيقي وملحن ومغني متميز جدا وعازف عود من امهر عازفين العود في العالم العربي تقريبا، اللي هو الاستاذ عبادي الجوهر. يعني ده ما فيش شك انه فنان شامل مكتمل، لانه ملحن وعازف ومغني جميل جدا، الحانه بتلاقي في قلبي مكان كبير يعني، من الاصوات اللي بحبها جدا صوت الاستاذ عبادي الجوهر. في بدايتي صورت اغنياتي بس كانت يعني الى حد ما التصوير كان بشكل تقليدي شويه، يعني اللي هو 3 كاميرات او 2 كاميرا وانا واقفه بغني، ما كانش بيبقى فيه مضمون شويه يعني، ما كانتش تتسمى اغنيه مصوره. انا مش بحب اسميها فيديو كليب يعني، لانه الكليب اللي بيعملوه في امريكا ده غير خالص اللي احنا بنقدمه يعني، هم بيسموه كليب لان هم بيعملوا كليب فعلا. لما اغنياتنا احنا لازم تتسمى تسميه تانية يعني، ممكن تتسمى اغنيه مصوره فعلا، فاسمحوا لي استخدم التعبير ده اغنيه مصوره. بعدين ابتدى يبقى في عند المخرجين افكار للاغنيات بحيث انها تتقدم بشكل فيه احيانا دراما، احيانا بعد إذا بعد معين شايفه المخرج يقدم الأغنية برمز يعني، خدت شكل آخر لبروزة الأغنية يعني التصوير. وأنا قدمت أغنيات مصورة زي إلا أنا، أعتقد إن دي تتسمى أغنية مصورة لأن كان فيها إطار درامي جوه التصوير، كان بتحمل حدوتة، الصورة بتحمل حدوتة يعني. وبعدين بعد كده كان ليا تجربة كانت مهمة جدا في حياتي، بس هي للأسف المخرج أستاذ كبير سابنا
قريب اللي هو الأستاذ عاطف الطيب، عمل لي أغنية شنطة سفر اللي كتبتها شاعرة السكندرية فاطمة جعفر، وكانت ألحان الأستاذ محمد علي سليمان. أفتكر إن من أحلى الأغنيات اللي أنا صورتها في حياتي الفنية، ويمكن تكون من أحلى الأغنيات اللي اتعملت على مستوى الأغنية المصورة اللي بتتقدم في السنين دي، أغنية شنطة سفر اللي هي من إخراج أستاذ عاطف الطيب الله يرحمه. طبعا أنا عايزة أشكر جدا الفنانين الزملاء اللي رشحوا أغنية بقول لك إيه تكون أغنية عام 95. أنا بشكرهم جدا وسعيدة جدا طبعا بالترشيح ده، وبتمنى إني دايما أكون عند حسن ظن الناس وعند حسن ظن زملائي الفنانين الأساتذة الملحنين والشعراء. بشكرهم جدا وبتمنى حقيقي تكون بقول لك إيه أغنية 95.